السلام عليكم، أنا موسى وهذه قناتي اسمها علي موسى تيكنو. فيديو جديد من فيديوهات مراجعة الأجهزة الإلكترونية. والجهاز تاعنا تاع اليوم واللي هي الساعة هذه، الساعة هذه من عند شاومي، والساعة هذه اسم تاعها ميبرو إير. بون كيما راكم تشوفوا هاي ليك الساعة هذه، هاي ليك العلبة تاعها الجميلة اللي جاية باللون الأسود. بون فيها لهنا يحكي يعني في العلبة كيما راكم تشوفوا الاسم تاعها ميبرو والاسم تاع الساعة. ولهنا عندها بعض المواصفات اللي حاطينها في الساعة هذه راح نحكيو عليها ان شاء الله. باش يجي مع العلبة هذه يجي معها يعني تجي الساعة والكاتالوج والشارجور، هذا واش كاين في نص العلبة تاع الساعة، ويعني هذا يكفي. بون نحكيو شوية درك على الساعة هذه، يعني الساعة هذه كيما السوايع لي سمارت هذوك اللي راحين يقيسولنا لاطونسيون في المحوايج هذو ان شاء الله راح نشوفوهم ان شاء الله في الفيديو. درك نحطوها تحت المجهر ونبداو نحكيو. بون بعد ما حكينا على المكونات يعني الحوايج اللي لقيناها في نص الكرتون، دوك راحين نحكيو على السعه. بو هاي ليك السعه تاعنا هاي تحت المجهر راحين نشوفوها. بو السعه تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها كلاسيكيه رياضيه. واش معناها كلاسيكيه رياضيه؟ انها بالشكل الكلاسيكي وهي يعني تعطينا خدمات رياضيه كيما درك قد مشينا قد درنا سبور قد ركبنا الفيلو قد انعسنا، تعطينا ضربات القلب. راحين نشوفوا المواصفات تاعها، يعني فيها 12 نمط تاع سبور كيما محاطين في الواحد تاعهم. يعني دوك نحكيو على الشكل تاعها بصفه عامه كيما راكم تشوفوا في الساعه، يعني هاي سليمه خلاص، يعني الساعه يعني رقيقه خلاص. السبته تاع الساعه تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها يعني شاه رهيفة، يعني كي تلبسها تقول ملابس ساعة. هذه الحاجة يعني مليحة عجبتني في الساعة هذه، والشكل تاعها أنيق جدا يعني كيما راكم تشوفوا فيه، يعني باللون يعني هنا باللون الفضي، والواحة تاعها كيما راكم تشوفوا فيها لي كولار، يعني فيها نوار فيها بزاف لي كولار، وشوية يعني تقعد هي الشكل تاعها أنيق جدا، يعني تقدر تلبسها يعني مع حوايج لا كلاسيك ولا تقدر تلبسها حتى مع حوايج عادية كيما راكم تشوفوا. بو هذه بالنسبة للواحة تاعنا عندها شارجور تاعها اللي منا، يعني نوريلكم إن شاء الله هذا يركب يعني تكير هاوريك منه. وعند هنا يعني تاع ضربات القلب، يعني المستشعر هذا تاع ضربات القلب. درك راحين نحكيو على المواصفات تاع الساعة هذه وشويه الحوايج اللي جات بهم. اول حاجه نروحوا للشاشه، الشاشه فيها 1.8 بوس تي اف، لا باتري تاعها 200 ميلي امبير، يعني راح تكفيك. هما حاطين حتى ل 25 يوم في الواحد تاعها يعني من الوحده، لكن انا جربتها في الاستعمال. درك راني شارجيتها عندها 4 ايام ملي شارجيتها وصلت 56%، يعني راح تقول لكم 10 ايام ماكسيموم ما تفوتش، يعني بالتجربه راح تشارجيها بين 8 حتى 10 ايام لازمك تشارجي الساعه. بون المواصفات اللي كاينه في نص الساعه تاعنا، يعني في الساعه كيما راكم تشوفوا درك هاوليك المنيو اللي فيه، يعني التطبيقات اللي فيها. يعني شوف نبداو نحكيو، يعني اول حاجه لهنا يعني راح تعطينا قد انعسنا في الليل، فيها لهنا يعني هذا الكرونو هذا اللي راح يحسب لنا تاع الساعه. عندنا حاجه اخرى في الساعه ميتيو تعطينا تاع النعاس سليب سيبورت. لهنا يعني راح في هذه التطبيق هذا فون يعني لهنا راح نحوسوا على التليفون، يعني كي نتكاو عليها راح يصوني تفيبري لنا التليفون ولا يصوني. لهنا تايمر الساعه هذيك تنازليه، عندنا لهنا فيها الريغلاس سيتينغ. بو في السيتينغ هذيك ما كاين حوايج بزاف دوك نوريه لكم واش كاين. بو في السيتينغ لهنا يعني راح نديروا هذيك تاع الساعه كدير كيما هكذا تشعل لك وتطفى، وفيها لهنا في السيتينغ يعني قد الوقت باش تقعد الوحده تاعك وتولي ترجع اون في، ودير لهنا ريستور ولهنا تطفي الساعه تاعك، ولهنا راح تشوف الفريكونس والواحد تاع الساعه، لهنا ترجع الساعه تاعك الى ضبط المصنع. بو هذه هي، بو لهنا في هذه هاي ليك لهنا موزيك كونترول، يعني لهنا راح تكوموندي في لا موزيك تاع الهاتف تاعك، يعني دير البلاي ولا تحبس ولا تبدل لا موزيك. في هذه راح يعني تقيس ضربات القلب. لهنا راح تتحكم في الكاميرا تاع الهاتف تاعك. بو لهنا هذه تاع سبور، يعني عندك 12 نمط تاع سبور، يعني عندك الجري ركب ركوب دراجة تينيس حمل الاثقال سبور تاع الدار، هذوك لي ماشين في الدار يعني فيها 12 نمط تاع الواحد تاعك. لهنا يعني هذه دات هذه راح تعطيك ريزلتا تاع يعني تاع سمانه قد مشيت وقد ضربات القلب وقد نعست، يعني هذه هي. ولهنا هذه لي ميساج، يعني كيجيوك لي ميساج تاع الهاتف تاع الميسنجر هذوك تاع الفيسبوك ولا تاع ولا تاع سكايب ولا راح تلقاهم لهنا. بون لهنا الساعه تاعي راني مريقلي انا، قالت لي نوض راك قعدت بزاف. لهنا يعني في هذه راح تريقلي وقتها الساعه تاعك وين دير لها الواحد هذيك باش تشوف، يعني باش في الليل ما تقلقتش، باش كاين ساعات ننساها مرات ما نريقلهاش، يعني في الليل راح تعطيها الوقت اللي الساعه تاعك وقتها تقدر تهز يدك، يعني ترفع يدك كيما هكذا وتبان كيما درك هاي ليك الساعه تاعي هذه.
هاي كيما نطلع هكذا تخرج نخرجوا ديما من المريم بالبوطون هذا. كي نروحوا للجهه هذه نحن نلقاو واجهات يعني كيما هذه قد مشي ضربات القلب وقده الوقت اللي مشيتو واش درت سبور يعني حريرات اللي اكليت لهنا يعني هاي ليك تاع تميتيو يعني تاع تخرج تميتيو تاع البلاصه اللي داير فيها يعني كي تكون اكتئاب مع الوعي تاعك لهنا هاي ليك ضربات القلب راح تقيس لك ضربات القلب كيما انا عندي لهنا 86 ضربه دارت لي عندك لهنا يعني تاع النعاس في الليل وقتها كيف نعست وقد نعس راح دير لك تاع النعاس وعندك لهنا ها ليك تاع الانماط تاع سبور اللي فيها اللي قلنا عليهم كاين 12 نمط هاي ليك لهنا اي واحد فيهم راه ديرو كيما داك لهنا ولا اللي يلعب البانو ولا يمشي ولا راه دير لهنا كاو وراح تعطيك قد الوقت قد وين مشيت وقد كليت سعيرات حراريه. بو هذه هي بو الواجهات هذه راح تضيف يعني الواجهات تاعك يعني فيها خمس واجهات نورمالمون جربت انا لقيت خمس واجهات اللي راح يخرجوا لك من السعه تاعك. بو هذا هو واش كاين دي زوبسيون في السعه تاعنا هذه. بو حكينا الباتري تاعها وحكينا على السعه تاعنا درك السعه هذه يعني كيما هكذا كي تشريها اول مره ولا حتى تشارجيها تلقاها يعني مدي رجليه وما تقدرش رجليه واش لازمك اول حاجه لازمك التطبيق يعني ما تقدرش السعه هذه ما تقدرش تخدم بها من غير تطبيق لكن الا شارجيت واحد التطبيق بو التطبيق تاعنا اسمه ميبرو فيت مي بروفيت هذا يعني تيليشارجيتو بعد ما تيليشارجيه يعني راح تسجل فيه تحط فيه المود باس تاع يعني تحط فيه الايميل والمود باس كيما تفضلوا كلش من بعد راح تكون كتي السعه هذه راح تحوس تلقى السعه تاعك يعني اوتوماتيك ديريكت تلقاها راح تكون كتيها مع التطبيق كيما تكون كتيها يعني راح تخرج لك يعني الواحد تاعها يوريك الريفيرونس تاع السعه تاعك تخرج لك هنا متصل كيما راكم تشوفوا فيها ميبرو ار الاسم تاع السعه وراح تعطيك عدد الخطوات والسعرات الحراريه والمسافه قداه مشيت بون انا ما مشيتش بها بزاف على هذه ما خرجتليش الحوايج نلقاو حاجه خلاف في الواحد تاعنا واللي هو التام هذا بو لهنا هاوليك سوق الطلب يعني هو كيما راكم تشوفوا درك لهنا عندنا حوالي 11 نتام كيما راكم تشوفوا فيه يعني راح تيليشارجيه من الناس ساهل خلاص يعني راح تتكا عليه وتيليشارجيه وتحط لها يعني تام كيما درك كي تقلق من تام انت ولا دير وفيها حاجه خلاف انك تحط التام يعني متخصص ليك انت كيما راكم تشوفوا درك لهنا هاوليك انا راح حطيت التام هذا راح تشوفوه التام هذا اللي حطيته هاوليك يعني هاوليك نقدر نبدلو نتكا على هذه ديما في النص راح نتكا عليه ونلقاو لهنا هاديك لابليكاسيون يعني اون فاس هذيك اللي درت هاوليك تام كيما راكم تشوفوا فيه كيما نشوف الساعه ولات باهيه مع الفوطو تاعي اللي باهيه ولا الساعه اللي باهت لي فوطو هذا التام بالنسبه للساعه تاعنا بو بالنسبه لي باش نديرو التام تاعنا حنا نحطو فوطو اللي نحبو حنايا عندنا لهنا كيما نقولو التنبيهات راح تاكتيفيها باش يعود يجيوك التنبيهات عندك الطقس لهنا كيما راكم تشوف هايليك يعني معلومات الطقس لهنا راح يديموندي عليك الخريطه تاكتيفيها اول مره ومن بعد خلاص يعود يعرف البلاصه تاعك يعطيك الطقس تاع البلاصه هذيك عندنا لهنا يعني تركيز بالصحه يعني هذو يعني لهنا راح السعه تاعك تعطيها وقت وقتها تقيس لك وقت عندك المنبه كيما راكم تشوفوا لهنا وعندنا لهنا بحث عن السوار يعني كي تشكي عليها التقاط الصور كيما قلنا عليه ولهنا اعدادات اخرى يعني كيما هذه ارفع المعصم نقدر نحيوها ولا ناكتيفيوها ولا نعطيوها الوقت اللي يعني نديرو فيه تاع الاعدادات هذيك في ترقيه البرنامج لكن كاين باغ اكزومبل لهنايا باهايليك لهنا يقولك ما عندكش تحديث كون يكون تحديث تقدر تحدث يعني السعه تاعك دير لها تحديث بو هذا هو التطبيق اللي فيها بون في التطبيق حاجه خلاف يعني لهنا راح نلقاو يعني لو نحطو هنا اول مره راح نحط الوزن يعني يعطيك الارهاق يعطيك السبور تاعك كامل يعني في السفر واحد هذاك وبون يبقى في التطبيق هذو الحوايج تاعك انت اللي راح ديرهم انت يعني تكتبهم بو هذا هو التطبيق بو دوك راحين نحكيو على السعه بالعموم يعني بعد ما شفنا يعني العلبه اللي جات فيه السعه والحوايج اللي جات معها بعد شفنا السعه ولي زوبسيون اللي فيها بعد شفنا التطبيق وكيفاه كونيكتيوها مع السعه درك راحين نديرو تقييم للسعه هذه يعني السعه هذه بالنسبه لي زوبسيون اللي فيها ويعني والاناق اللي جات بها والسعر تاعها اللي راح يكون من 24 حتى 30 اورو يعني كل يعني كل متجر وكيف راح يبيعها بالنسبه لينا حنا هنا في الجزائر راح تسقى منا حوالي 600000 يعني السعه بالاناقه هذه بلي زوبسيون هذه والسعر هذا راح نسميها افضل وارخص سعه من شاومي. وصلنا الى نهايه الفيديو ما بقى لنا غير نقول لكم ما تنساوش دعموا القناه بالاشتراك ودعموا الفيديو بالاعجاب ودعموا الاصدقاء بالمشاركه باش يستفادوا من هذا الفيديو. كان معكم موسى الدحمري من قناه علي موسى تيكنو. سلام.